اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. وفي حلقه النهارده هنتعامل مع النون لينير سيستم وازاي اعمل لها موديلنج في الستيت سبيس، وبالاكثر هناخد ازاي نعملها لينيرايزيشن، بمعنى ازاي نحول النون لينير سيستم اللي موجود في الستيت سبيس للينير سيستم، معناها ان انا بعمله لينيرايزيشن. وهناخد امثله كتير من 1 لـ6، وبالاكثر هناخد السيمبل بنجلم سيستم، وهناخد حالات عليه كتير بحيث نفهم الموضوع بالتفصيل الممل. عموما اخدنا قبل كده linearization. لو عندي non-linear function باللون الاسمر وعايز اعمل لها linearization، معناها ان انا بجيب مستقيم بيبقى مماس للدالة دي عند نقطة، ده بيبقى اسمه linear، اما الدالة تبقى non-linear، فكده انا بعمل linearization. خلي بالك بعمل linearization عند نقطة محددة، النقطة دي اسمها الاوبريتنج بوينت او equilibrium بوينت، ودي عندها الانبوت بيبقى x0، اما الاوتبوت او الدالة الاصلية بتبقى f(x)0. وبالتالي احنا في فيديو النهاردة هنشتغل على كيس واحد، ان هي عندي الاف اوف اكس دالة نون لينير في متغير وحيد اسمه اكس، ايا كان المتغير ده رمزه ايه، لكن هي الفكرة كلها ان الدالة دي تبقى في متغير وحيد وليس 2 ولا 3. ده هيبقى شرح فيديو النهاردة. زي ما خدنا قبل كده ان التيلور سيريز اكسبانشن للدالة اللي اسمها اف اوف اكس اللي هي النون لينير دي تساوي اف اوف اكس 0، يعني قيمة الدالة عند اكس 0 اللي بعمل حواليها او عندها لينيرايزيشن، زائد تفاضل الدالة الاول بالنسبة لاكس عند برضو الاوبريتنج بوينت لاكس 0، وهضربها في اكس ناقص اكس 0، وهبتدي اربع، بقول التفاضل الثاني عندي عند اكس 0 واخد القوس اللي هو اكس ناقص اكس 0 وبربعه على 2 المضروب زائد الترمات الاعلى من كده. انا بعمل لينيرايزيشن حوالين او عند الاوبريتنج بوينت، فبالتالي انا عايز قراءه معينه تزيد او تقل عن الاوبريتنج بوينت. الزياده او النقصان ده اسمه التشينج عندي في القراءه او التشينج في الانبوت. التشينج ده بيبقى صغير جدا، يعني لو كانت اكس 0 دي قيمتها وليكن 2، فانا تقريبا بجيب حوالين 2.1، 2.2، فالقيمه اللي بجيب عندها دي اسمها اكس جديده، اما القيمه الاصليه اللي انا عملت عندها لينيرايزيشن اسمها اكس 0. يبقى عندي القيمه الجديده اللي بجيب عندها بتختلف او بيحصل تشينج او بتفرق عن الاوبريتنج بوينت بقيمه صغيره جدا، قيمه صغيره جدا تقترب من 0. بالتالي المسافه اللي انا هتحركها هنا دي اسمها دلتا اكس، دلتا اكس، دلتا اكس صغيره جدا. فلو لاحظنا هنا الترم ده عباره عن اكس ناقص اكس 0، يعني القيمه دي قلنا قيمه صغيره جدا، الفرق هو بيبقى صغير اللي هو ده دلتا اكس، لما تربعه تقريبا طول ما هو صغير اقترب من 0، لما تربعه بيصغر اكتر. طب الترم اللي بعده تكعيب بيصغر اكتر، فقال لك من بدايه الترم اللي هنا اللي هو باور 2 فاعلى بهمله، فبالتالي عندي اف اوف اكس بتساوي تقريبا الداله عند اكس 0 زائد تفاضل الداله عند اكس 0، ومعايا كمان الاكس ناقص اكس 0، باقي الترمز قلنا بنهملها عشان نعمل ابروكسيميشن. لو بصينا للمعادله دي هتبقى لينير اثناء حلنا المسائل، لو خدنا بالنا من المعادله دي في الاخر بتبقى معادله خط مستقيم، بتبقى لينير. وقلنا اكس ناقص اكس 0 تقريبا بيسميها دلتا اكس اللي هو تشينج في الاكس، تمام، سمول تشينج في الاكس عن الاوبريتنج بوينت، يعني اكس ناقص اكس 0. نروح لاكزامبل واحد، بيقول لي ان عندي نون لينير سيستم موديل بالشكل اللي قدامك ده، هو عايز يعمل لينيرايزيشن عند الايكوليبريم بوينت او اللي اسمها الاوبريتنج بوينت اكس 1 اكس 2 بيساوي 0، وبعد كده عايز يعمل تشيك الاستابيليتي لللينيرايزد موديل اللي انت طلعته. في البدايه اكس 1 بتساوي اكس 2 بتساوي 0، الكوليبريم بوينت دي اسمها اللي هي الاوبريتنج بوينت. نبص كده للمعادله اللي قدامنا، نبص للمعادله الاولانيه، هنلاقي الجزء ده لينير والجزء ده لينير، لكن هنا ده داله اس 4 يبقى ده نون لينير. اجي كده اقول اف اكس 2 بيساوي اكس 2 اس 4، طبعا هنا النون لينير تيرم اللي موجود في المعادله الاولى هو نون لينير تيرم موجود في متغير وحيد اسمه اكس 2، يبقى اسميه اف اكس 2. هروح للمعادله الثانيه، ده لينير، الجزء ده لينير، الجزء ده نون لينير، يبقى هسميه داله جديده كده اف اكس 1 بيساوي 4 اكس 1 تكعيب، باخد الترم النون لينير هنا والترم النون لينير هنا، تمام. خلي بالك عندنا اكس 1 بتساوي 0 اوبريتنج بوينت، انا بسميها اكس 1 0، يعني الاوبريتنج بوينت الخاص باكس 1 قيمته بكام؟ ب 0. هروح هنا اقول اكس 2 0، معنى الاوبريتنج بوينت الخاص باكس 2 ب 0 برضه من المساله. انا كده جهزت الداتا بتاعتي، يبقى انا هطبق القانون اللي شرحناه في السلايد اللي فات، مره على الداله دي ومره على الداله دي عند الاوبريتنج بوينت اللي قدامنا دي. لو انا رجعت عوضت بالدوال دي في الستيت سبيس، بص كده الترم ده قلنا اف اوف اكس 2 هتبقى هنا زائد اكس 6 اكس 1 زائد 2 يو، والترم اللي هنا هيبقى اف اوف اكس 1 زائد 2 اكس 2 زائد يو.
هدفي في اللينيرايزيشن ان انا بشيل المعادلات دي او الدوال دي الغير خطيه بحولها لمعادله خط مستقيم زي ما خدنا بالقوانين. تمام، يلا بينا نبدا باول حاجه. يبقى اقول له دلتا اكس 1 بيساوي النقطه اكس 1 ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعتها. خلي بالك التشينج اوف اكس 1 بيساوي اكس 1 ناقص الاوبريتنج بوينت الخاصه بيه، وقلنا كمان الحاجات دي من السلايد اللي فاتت. ده القانون عندنا لما هشتغل على اكس 1. يبقى اف اوف اكس 1 بيساوي الداله عند الاوبريتنج بوينت زائد تفاضل الداله بالنسبه للمتغير الخاص بها اكس 1 عند الاوبريتنج بوينت مضروب في التشينج اوف اكس 1. يبقى انا محتاج حاجتين، محتاج قيمه الداله عند الاوبريتنج بوينت، ادي الداله عندي عوض بالاوبريتنج بوينت، يبقى هتبقى 4 0 تكعيب تطلع بزيرو. ده اول حاجه. بعد كده هروح افضل الداله دي، افضل الداله الاول، ابتدي افضل الداله اللي قدامي دي. يبقى تفاضل الداله اللي قدامي دي يبقى 3 تنزل هنا، 3 في 4 ب 12، اكس 1 الباور ينقص بواحد يبقى تربيع. هبتدي اعوض عن التفاضل ده بالاوبريتنج بوينت. تمام، اعوض في التفاضل بالاوبريتنج بوينت، اعوض هنا الاكس بالاوبريتنج بوينت بتاعتها بزيرو، اعوض عن الداله دي هنا بزيرو تطلع القيمه النهائيه بزيرو. يبقى عندي جبت التفاضل اهو، وجبت المين اللي هو النقطه عند الاوبريتنج بوينت او قيمه الداله عندها بزيرو. ابتدي اعوض في المعادله اللي فوق، يبقى اف اوف اكس 1 بيساوي زيرو زائد زيرو بتاع التفاضل دلتا اكس 1، الناتج ده يطلع زيرو، يبقى اف اكس 1 بزيرو. لازم تاخد بالك ان اكس 1 بيساوي دلتا اكس 1 زائد الاوبريتنج بوينت اللي هي من المعادله دي. تاني، يبقى اكس 1 بيساوي دلتا اكس 1 زائد الاوبريتنج بوينت، الاوبريتنج بوينت بزيرو، يبقى اكس 1 هنا بتساوي دلتا اكس 1. طب خلي في الستيت، خلي بالك في الستيت سبيس عندي هنا انا محتاج تفاضل اكس 1 وتفاضل اكس 2، فالحاجات دي مهمه عشان التعويض في النهايه، وبالتالي انا محتاج افاضل المعادله دي. يبقى فاضل دي بالنسبه للزمن وفاضل دي بالنسبه للزمن. خلي بالك دي معناها تفاضل، اما الرمز ده معناه دلتا اللي هو التشينج. دي ممكن اعبر عنها باكس 1 دوت، ودي دلتا اللي هي دلتا اكس 1 دوت. يبقى يهمني من هنا ان اكس 1 بتساوي دلتا اكس 1، واكس 1 دوت بتساوي دلتا اكس 1 دوت. الكلام ده خاص بالمساله دي فقط. يلا نرجع تاني للداله الثانيه، اف اوف اكس 2 بيساوي اكس 2 اس 4 عند الاوبريتنج بوينت زيرو. في البدايه اللي تشينج اوف اكس 2 بيساوي اكس 2 ناقص الاوبريتنج بوينت بتاعها. هروح للقانون بتاعها، القانون هيتغير كل حاجه خاصه باكس 1 تبقى باكس 2. نفس الكلام هنا، طبعا هنا الاوبريتنج بوينت بتبقى عند اكس 2 زيرو عند الاوبريتنج خاصه بيها. دي في خطا هنا معلش في الكتابه. هنعوض عن الداله اللي هنا بالاوبريتنج بوينت بزيرو، يبقى زيرو اس 4. هنحتاج التفاضل، التفاضل عامل ايه؟ يبقى امسك الداله دي افاضلها، يبقى الباور ينزل، يبقى 4 اكس 2 تكعيب زي ما انت شايف كده. هعوض في تفاضل الداله دي بالاوبريتنج بوينت اللي هو الجزئيه دي، اعوض عنها بزيرو تطلع عندي 4 0 تكعيب يطلع بزيرو. يبقى انا حصلت على القيمه دي والقيمه دي، ابتدي اعوض في المعادله اللي فوق. يلا زيرو، وعندي هنا ده التفاضل هنا بزيرو، دلتا اكس 2 المحصله تطلع زيرو، يبقى اف اوف اكس 2 بزيرو. نرجع تاني، اكس 2 عباره عن ايه؟ دلتا اكس 2 زائد الاوبريتنج بوينت بتاعتها. طب الاوبريتنج بوينت عندها بزيرو، نرجع نقول اكس 2 بيساوي دلتا اكس 2 لان انا عوضت بزيرو فوق، انا محتاج تفاضل اكس 2. يبقى تفاضل الدلتا اكس 2 بالنسبه للزمن، يبقى هتبقى عندي اكس 2 دوت دلتا اكس 2 دوت بالشكل اللي قدامك ده. نرجع، انا جهزت المساله، ركز معايا كده، دي معادلات الستيت سبيس. انا من السلايدات اللي فاتت قلت ان اكس 1 بيساوي دلتا اكس 1، واكس 2 دلتا اكس 2، واكس 1 دوت دلتا اكس 1 دوت، واكس 2 دوت دلتا اكس 2 دوت، واف اوف اكس 1 بزيرو، اف اوف اكس 2 بزيرو. الحاجات دي كلها ضروريه ليه؟ اول حاجه محتاج اشيل اف اوف اكس 2 واف اوف اكس 1 واحطها بدلاله معادله او خط مستقيم، والحمد لله القيم بزيرو. محتاج اشيل اكس 1 بدلاله دلتا اكس 1، واكس 1 دوت بدلاله دلتا اكس 1 دوت، اكس 2 بدلاله دلتا اكس 2، واكس 2 دوت بدلاله دلتا اكس 2. نبتدي نعوض، يلا اف اوف اكس 2 دي بزيرو ودي بزيرو، يبقى الترمين دول طاروا، 6 اكس 1 بدلتا اكس 1، 2 يو نزلت، اكس 1 دوت بايه؟ دلتا اكس 1 دوت، دي بزيرو، 2 اكس 2، اكس 2 اصلا بدلتا اكس 2، يبقى 2 دلتا اكس 2 زائد يو، اكس 2 دوت بايه؟ دلتا اكس 2 دوت. تطلع دي المعادلتين، المعادلتين دول اسمهم الستيت ايكويشن. يلا نحولها لماتريكس فورم. يبقى قبل ما احولها يبقى ارتب عندي، تبقى دلتا اكس 1 لازم في دلتا اكس 2، احط بزيرو هنا، عندي دلتا اكس 1 اضربها بزيرو عشان يبقى ايه؟ احطها في الماتريكس فورم بطريقه صحيحه، يبقى هتبقى عندي هنا 6 0 0 2 دلتا اكس 1 دلتا اكس 2 ده الفيكتور بتاعي، وعندي هنا 2 و1 مضروبه في اليو، هنا على الشمال اللي هو دلتا اكس 1 دوت دلتا اكس 2 دوت زي ما انت شايف، وبالتالي ده الشكل اللي قدامي اسمه الستيت ايكويشن. لو انا عايز الاوتبوت ايكويشن، واي بتساوي اكس 1، طب ما اكس 1 اشيلها بدلاله الدلتا، انا بتحول ل
سبيس جديد اللي هو خاص بالدلتا. المهم الواي بتساوي اكس واحد. يبقى اكس واحد بدلتا اكس واحد، يبقى احطها كده. اكس 2 دلتا اكس 2 موجوده مضروبه في زيرو، تبقى بالشكل اللي قدامك ده. انا عايز اعمل تشيك للاستابيليتي. خلي بالك السيستم هنا نون لينير، انا عملت له لينيرايزيشن. بص كده هنا هتلاقي ايه؟ مفيش اي ترم نون لينير. لا ده هنا ده عباره عن ثوابت ودي ثوابت، يبقى السيستم اللي قدامي لينير. بس انا عملت لينيرايزيشن عند الاوبريتنج بوينت 0 و0. انا عايز اعمل تشيك للاستابيليتي، يبقى اروح اقول كده اس اي ناقص ايه، لان الاي هي السيستم ماتريكس اللي منها بعمل تشيك على السيستم ان هو ستيبل ولا لا. هنجيب اس اي ناقص ايه، الاي هو اليونتي ماتريكس، طول ما ايه 2 في 2 يبقى اليونتي ماتريكس هيبقى 2 في 2. هضربه في الاس، الاس كده بضرب القطر عندي في اس، تبقى اس في القطر والباقي يبقى زيروس. دي عباره عن اليونتي اي ماتريكس مضروبه في اس ناقص الاي. هطرح الاثنين دول هيطلع بالشكل اللي قدامك. طب انا عايز اعمل تشيك للاستابيليتي، يبقى فك المحدده اللي قدامك دي. مفكوك المحدده اسويه بزيرو، اطلع قيم الجذور. يبقى اخد المحدده عندي هنا، ابتدي اقول اس اي ناقص اي اللي هو المحدده دي، تبقى اس ناقص 6 في اس ناقص 2، افك المحدده دي بتساوي زيرو. هيطلع عندي قيمتين، اضرب دي في دي ناقص دي في دي، تمام؟ يطلع عندي بقيمتين 6 و2. 6 و2 دي القيم موجبه، موجبه يعني هي موجوده في الرايت هاند سايد، يبقى السيستم انستيبل لان عندي جذرين ناحيه اليمين. في مشكله؟ خلي بالك القيم اللي انا طلعتها دي يطلق عليها الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن، يطلق عليها البولز بتاعت السيستم، يطلق عليها الايجن فاليوز للماتريكس A او الايجن فاليوز بتاعت السيستم، تمام؟ يبقى كده السيستم انستيبل. انهي سيستم؟ اللي هو اللينير سيستم عند الاوبريتنج بوينت 0 0. ناخد مثال تاني. يلا زي ما قلنا ادي عندي ستيت ايكويشن في نون لينير فورم، عايز لينيرايزيشن عند اكس 1 واكس 2 بيساوي 2، وعايز يعمل تشيك للستابيلتي. اعمل ايه؟ ابص للمعادله الاولانيه، ده لينير وده لينير وده لينير، باقي الجزء ده، الجزء ده يبقى ده داله نون لينير، احطه كده في داله جديده. طول ما الداله هنا في متغير وحيد اسمه اكس 2، تبقى اف اكس 2 هنا هنبقى ده لينير لينير لينير، يبقى ده نون لينير، يبقى احطه في داله جديده هسميه اف اكس 1. اكس 1 هنا عشان هي ساين اكس 1، هي ده هنا داله في متغير اسمه اكس 1 فقط لا غير، يبقى دي اف اوف اكس 1. هروح للاوبريتنج بوينت، يبقى اكس 1 0 بيساوي 2 من هنا، واكس 2 0 بيساوي 2، يبقى ده الاوبريتنج بوينت الخاصه بكل ستيت. نروح بعد كده نعوض، يبقى اف اوف اكس 2 اللي هي الترم ده، اللي هو الترم ده اشيله تبقى باف، والترم اللي هنا ده اشيله يبقى اف اكس 1، تطلع عندي بالشكل ده. يبقى عايز اعمل لينيرايزيشن للترم ده والترم ده، وارجع تاني اعوض في الستيت ايكويشن. نبدا زي ما قلنا، يلا زي ما قلنا دلتا اكس 1 بيساوي اكس 1 ناقص الاوبريتنج بوينت، الاوبريتنج بوينت ب 2 ما تنساش. ده القانون عندي مفيش اختلاف فيه، هو هو بالنسبه لاكس 1 اللي شرحناه. يبقى انا محتاج داله عند الاوبريتنج بوينت، ادي الداله عند الاوبريتنج بوينت ب 2، يبقى اقول ساين 2، لا خطا. 2 هنا بالراد، بالراديان، طول ما اديها لك كده مش ديجري، يبقى القيمه دي لازم تتضرب في 180 على باي داخل زاويه الساين عشان اقول ساين الزاويه دي تطلع قيمه صحيحه. لكن لو قلت ساين 2 مباشره خطا، لان ال 2 ده راد، لازم يتضرب في 180 ويتقسم على باي، الباي اللي هنا دي 3.14، فعشان كده احول من راد لديجري، وبالتالي اقول ساين الزاويه اللي هنا دي تطلع تقريبا بالقيمه اللي قدامك دي. يلا انا محتاج التفاضل، تفاضل الداله، تفاضل الساين عباره عن ايه؟ كوزاين اكس 1. هرجع اعوض بالتفاضل، في التفاضل بالاوبريتنج بوينت، يبقى اخد التفاضل ده اعوض بيه بالاوبريتنج بوينت، تبقى كوزاين 2، اضربها في 180 على باي، لان ال 2 دي راد، فانا اقسمها على باي اللي هي بالراد اللي هي 3.14، اضربها في 180 عشان تطلع ديجري، طلعت بسالب القيمه دي. يلا نرجع نعوض، يبقى ادي الداله وادي التفاضل ودلتا اكس 1. لو لاحظت هنا هتلاقي دي معادله خط مستقيم، يبقى لينا لينير تيرم حولته لينير تيرم. نرجع تاني، اكس 1 بيساوي دلتا اكس 1 زائد الاوبريتنج بوينت، اكس 1 0 بيساوي 2، ارجع اعوض فوق هنا القيمه دي ب 2، يبقى اشيل اكس 1 اللي موجوده في الستيت ايكويشن بالقيمه دي وعوض بيها بالقيمه دي، تمام؟ ما تنساش. ونفس النظام لما انا فاضل ده بالنسبه للزمن، فاضل ده بالنسبه للزمن ده ثابت، تفاضله بزيرو. يبقى ممكن اقول اكس 1 دوت بيساوي دلتا اكس 1 دوت. يبقى من الجزئيه دي هطلع من حاجتين، الاوبريتنج بوينت ب 2، اكس 1 بشيلها بعوض بيها دلتا اكس 1 زائد 2، اكس 1 دوت بتساوي دلتا اكس 1 دوت. يلا كده نروح للداله الثانيه، الداله الثانيه في متغير وحيد اسمه اكس 2، الاوبريتنج بوينت بتاعته ب 2، يبقى دلتا اكس 2 بيساوي اكس 2 ناقص الاوبريتنج بوينت، ده القانون بتاعها، القانون بتاعها داله في اكس 2 فقط. يلا انا عايز الداله عند الاوبريتنج بوينت اللي هو اكس 2 0،
الدال عندي بالشكل ده يبقى عوض باتنين مباشرة، يبقى احط الترمز هنا باتنين وعوض تطلع باتنين، تطلع باتناشر سوري. يلا انا عايز التفاضل بالنسبة ل اكس 2، سوري دي تفاضل الدالة بالنسبة ل اكس 2، هنا في خطأ تبقى اكس 2 ودي تبقى اكس 2 0. هنعمل ايه بعد كده؟ تفاضل الدالة بالنسبة ل اكس 2 تعمل ايه؟ تمسك الدالة دي تفاضلها بالنسبة ل اكس 2، بعد ما فاضلها يبقى تبقى 2 اكس 2 زائد 3 اكس 2، خلي بالك 3 اكس 2 تربيع تطلع بالشكل اللي قدامك ده. عوض بيها بالاوبريتنج بوينت، لما اعوض اشيل كل اكس 2 احط 2 وتطلع بالقيمه 16. نرجع نعوض بالمعادله اللي فوق، بعد ما اعوض تطلع هنا 12 والقيمه الثانيه اللي هنا التفاضل ده طالع ب 16 دلتا اكس 2، تطلع الدال عندي هنا لينير خط مستقيم. نرجع تاني اكس 2 بيساوي دلتا اكس 2 زائد الاوبريتنج بوينت، الاوبريتنج بوينت ب 2، يبقى هشيل هنا تبقى اكس 2 بيساوي دلتا اكس 2 زائد 2. هبتدي افاضل، فاضل المعادله اللي فوق دي، يبقى في النهايه تطلع اكس 2 دوت بيساوي دلتا اكس 2 دوت. يبقى انا اطلع من هنا لازم اكس 2 بيساوي دلتا اكس 2 زائد 2 اللي هي اوبريتنج بوينت، اكس 2 دوت بيساوي دلتا اكس 2 دوت. عشان ارجع كده اقول لك دي معادله الاستاتيك كويشن الاصليه، انا عندي اكس 1 واكس 2 اللي هو بدلاله مين؟ الدلتا والاوبريتنج بوينت اللي انا قلتها في السلايدات اللي فاتت. يبقى عشان اشيل اكس 1 من هنا واكس 2 من المعادله، محتاج اشيل اكس 1 دوت واكس 2 دوت، بشيلها بالترمات دي اللي انا شرحتها، ونروح للداله، الداله دي هي اصلا ساين اكس 1 اللي هي الداله دي، انا هحطها بمعادل خط المستقيم اللي انا حصلت عليها في السلايدات اللي فاتت، اف اوف اكس 2 اللي هي الداله اللي هنا هشيلها واعوض بيها بمعادل خط المستقيم برضو اللي حصلت عليه. نبتدي نعوض، يلا كده اف اوف اكس 2 اللي هي فين؟ اللي هي دي تتحط هنا، زائد 5 اكس 1 بايه؟ اقول 5 افتح قوس اكس 1 بكل ده تحط هنا، ناقص 90 زائد يو، اكس 1 دوت بيساوي ايه؟ دلتا اكس 1 دوت من هنا، عوض هنا. نروح للمعادله الثانيه، اكس 2 دوت عباره عن ايه؟ دلتا اكس 2 دوت، اف اوف اكس 1 بايه؟ بالمعادله دي احطها، زائد اكس 2 بايه؟ اكس 2 بالمعادله دي اللي هي دي احطها، ناقص القيمه دي زائد 3 يو. هبتدي اخلص المعادلات هنا وافك الاقواس عشان تطلع قدامي بالشكل ده. ادي اكس 1 دوت داله في دلتا اكس 1 ودلتا اكس 2 وثابت ويو، دلتا اكس 2 دوت داله في دلتا اكس 1 دلتا اكس 2 ثابت و3 يو، احطها في ماتريكس فورم ينفع. هتاخد ده فيكتور دلتا اكس 1 دلتا اكس 2 كفيكتور اهي، واخد القيم الاربعه دول واحطهم في ماتريكس ايه. هتقول لي هنا سالب 68 والقيمه دي موجبه، احطها في فيكتور سالب 68 و1 و6 تقريبا، يبقى ده فيكتور. هنا يو يو، خد يو عامل مشترك فوق واحد وتحت ثلاثة، تبقى قبل فيكتور اللي قدامك ده اسمه الاستاتيك كويشن. طول ما عندك هنا ترم في ثوابت يبقى دي نون هوموجينيوس ايكويشن. نرجع تاني للمعادلة دي، أنا عايز أعمل تشيك للاستابيلتي، يبقى يلا أجيب اس اي ناقص ايه، زي ما قلنا دي عبارة عن يونيتي ماتريكس مضروبة في اس، يبقى القطر هو اللي بيضرب في اس والباقي زيروس، ناقص الايه أهي، هطرح عادي خالص، أخد المحددة دي أفكها، هفك المحددة دي بالشكل اللي قدامك ده. اول ما افكها اضرب ده في ده ناقص ده في ده تطلع بالقيمه دي، افك دي تطلع بالمعادله دي، ارجع تاني احللها تحليل يطلع بالقيم دي. القيم دي كومبلكس كونجيجيت، بس لو انت مثلتها في الاس بلين هتلقى ده ريال موجب، وريال موجب يبقى ناحيه اليمين، طول ما الريال عندك موجب يبقى انت في ناحيه اليمين، يبقى السيستم انستيبل لان عندي جذرين ناحيه اليمين. طب المعادله اللي قدامك دي لو قال لك انك الاوتبوت بيساوي اكس 1، هتشيل اكس 1 بحطها، خلي بالك اكس 1 هشيلها احطها بدلتا اكس 1 زائد 2 زائد 2 عشان في الاوبريتنج بوينت، ما تغلطش. نروح لمثال 3، مثال 3 بيقول لك عندي سيمبل بنجلم سيستم، الشكل اللي قدامك بندول، البندول ده ليه كتله ام، او كتله عندي ام متثبته في حبل بحبل كده، الحبل الطرف الثاني متثبت في حبل، البندول ده بيبتدي يتحرك، طبعا عندي عجله الجاذبيه لان ده متثبت في اتجاه رأسي الأسفل، يبقى عندي عجلة الجاذبية جي عندي، والزاوية اللي بيصنعها من محور الرأس سيتا، طول الحبل المثبت فيه السمول. بيقول لي اكتب المعادلة الديفرنشال ايكويشن للنون لينير سيستم اللي قدامك، وبعد كده بيقول لي اعمل لينيرايزيشن استاتيك ايكويشن. أولا دايما نقطة تأثير القوة بتكون عند نقطة المركز الخاصة بالكتلة، يبقى نقطة تأثير القوة لأسفل دايما بتكون عند نقطة المركز للكتلة. تمام، هنا هنفرض كتلة الحبل بزيرو، يبقى الكتلة اللي بتأثر بس كتلة مين؟ الكرة اللي قدامك دي ام. خلي بالك في البداية هنا في تورك، ما انا في تورك بيتولد كده، او انا بأثر بتورك عشان ده يتحرك، يبقى في قوة بتأثر لأسفل اللي هي خاصة بوزن الكتلة، قيمة القوة دي عبارة عن ايه؟ ام جي، الكتلة في العجل. ركز معايا كده، اتجاه الحبل ده لو عملت خط كده في نفس الامتداد، وبالتالي هتلقى ده يوازي ده،
والمستقيم ده كله قاطع ليهم، يبقى الزاويه دي تساوي الزاويه دي بالتوازي، يبقى الزاويه سيتا هتبقى سيتا. شايف كده في قوه مؤثره الاسفل، ممكن القوه دي احللها لمركبتين، مركبه في اتجاه حبل او في اتجاه الشد، وقوه في اتجاه عمودي. القوه اللي بتبقى في الاتجاه شد الحبل بتبقى عباره عن القوه ام جي مضروبه في كوزين الزاويه، لان الزاويه بين الاتجاه ده وبين القوه نفسها، يبقى القوه كوزين الزاويه يديك الاتجاه اللي هنا. اما الاتجاه العمودي، ادي اعمل هنا خط عمودي، ده عباره عن القوه ام جي في ساين الزاويه. ايه اللي بيحرك البندول؟ التورك اللي انت بتقصد بيه. خلي بالك ودايما برضو في تورك بيتولد نتيجه القوه العموديه، مش ده الحبل اتجاه الشد كده، القوه دي عموديه، القوه العموديه دي بتولد تورك معاكس. اما القوه اللي بتبقى في اتجاه الشد دي، في اتجاه شد الحبل، ملهاش تاثير، مش هتولد تورك. مين اللي هيولد تورك؟ القوه العموديه على اتجاه الشد. يبقى لما انا اروح ارسم الفري بودي دايجرام للرسمه اللي قدامك دي، يبقى ادي التورك اللي بيأثر عندي لتحريك البندول في الاتجاه ده. ركز معايا كده، مش دي كتله ام؟ طول ما ام وبتتحرك حركه دورانيه، يبقى دايما بتبقى في قوه معاكسه. القوه المعاكسه دي نتيجه الانرشيا، يطلق عليها جي. التورك ده بيساوي جي التفاضل الثاني للزاويه. هنعمل ايه بعد كده؟ هنا مش في فريكشن، الفريكشن ده بيأثر او بيقاوم التورك، يعني هو بيولد تورك معاكس. يبقى عندي الفريكشن بيولد تورك معاكس اسمه دي في تفاضل الزاويه. مش في قوه عموديه على اتجاه الشد، القوه دي بتعمل تورك معاكس. بص السهم كده بتعمل تورك معاكس. التورك المعاكس عباره عن ايه؟ بيساوي القوه في الذراع. الذراع ده اقيسه ازاي؟ من نقطه تاثير القوه لنقطه التثبيت. تاني، يبقى القوة العمودية على اتجاه الشد بتولد تورك، طول ما اتجاه السهم كده يبقى التورك ده معاكس، يبقى هيساوي ايه؟ القوة اللي هي دي كلها قوة مضروب في الذراع، الذراع بيساوي ايه؟ من نقطة تأثير القوة إلى نقطة التثبيت، يبقى ده كله الذراع اسمه ال سمول، أضربه في القوة دي يديني التورك، يبقى التورك بيؤثر في اتجاه معاكس نتيجة وجود القوة الرأسية دي للأسفل عبارة عن ام جي ال في ساين سيتا. يبقى ده التورك الناتج من القوه دي، وزي ما قلنا دي قوه الفريكشن لو في فريكشن. طبعا انا في المعادله هنا ههمل الفريكشن، في المعادله دي ههمل الفريكشن. التورك بيساوي كل الاتجاهات المضاده ليه عباره عن ايه؟ جي تفاضل الثاني لسيتا، وعندي ام جي ال ساين سيتا، هجمع الترمين دول وبيساوي التورك. طب ودي هنا ده؟ ما انا قلت لك الفريكشن انا هملته، دايما الفريكشن هنا معامله الضم. نروح بعد كده نقول الاكوليبريم بوينت، الاوبريتنج بوينت عندي اجيبها ازاي؟ دايما البندول نقطه الاتزان بتاعته بتبقى في الاتجاه الراسي دايما، مش الزاويه انت بتقيسها من الاتجاه الراسي. اتخيل لما البندول ده يبقى في الاتجاه الراسي للاسفل، تبقى الزاويه بكام؟ تبقى بزيرو. طب هو ساكن مش بيتحرك، يبقى تفاضل الزاويه بيساوي ايه؟ زيرو برضه. يبقى تاني البندولم اكوليبريم بوينت عندي، يعني نقطة الاتزان أو الأوبريتنج بوينت الخاصة بالبندول دايما بتبقى في الاتجاه الرأسي. طب سيتا أنت بتقيسها بالوضع الرأسي. يبقى سيتا وقتها تبقى زيرو، هسميها سيتا زيرو الأوبريتنج بوينت، وسيتا زيرو دوت بتساوي زيرو لأن وقتها بيبقى ثابت، دي اسمها الأوبريتنج بوينت. يبقى دي المعادلة التفاضلية عندي اللي حصلنا عليها من السلايد اللي فات. هبتدي أعمل إيه؟ أعلى تفاضل في المعادلة دي، أعلى تفاضل اللي هو 2، يعني ده أعلى تفاضل للأوبوت. خلي بالك التورك هو الإنبوت وسيتا هي الأوبوت، أعلى تفاضل للأوبوت كام؟ 2. يبقى عندي المفروض افرض 2 ستيت، بس قبل ما افرض لازم يبقى معامل اعلى باور عندي بواحد، يبقى احولها بواحد ازاي؟ يبقى اقسم كل المعادله على جي، اقسم المعادله كلها على جي تطلع بالشكل ده. طب يا باشمهندس عندي ساين، لا ما تقلقش من اي ترم، دايما الستيتس لما بفرضها ببص على اعلى تفاضل، اي ترم تاني موجود ما يضايقكش، يعني ما فيش سيتا لوحدها ولا سيتا ضد منفرد، تمام؟ لان قلنا فرض الستيتس بيبقى على اعلى تفاضل مش على الحاجات الباقيه. يبقى الستيت الاولى بتساوي سيتا، سواء سيتا موجوده في المعادله او مش موجوده. الستيت الثانيه بتساوي سيتا دوت، زي ما قلنا ما في سيتا دوت ولازم تفرضها كده. يلا هتفضل المعادلات ناحيه الشمال، يبقى اكس 1 دوت بيساوي سيتا دوت. طب سيتا دوت بتساوي اكس 2، هنروح لاكس 2 دوت من هنا بيساوي سيتا دبل دوت، سيتا دبل دوت اللي هي دي. يبقى اودي الترم ده الناحيه الثانيه بالسالب، يطلع بالشكل اللي قدام. التورك هو الانبوت، طب ما سيتا عباره عن ايه؟ اكس 1، يبقى شيل سيتا وعوض عنها باكس 1، يبقى ادي معادله خاصه باكس 1 دوت، وادي المعادله الثانيه خاصه باكس 2 دوت، يبقى ده انا عملت موديلنج في الستيت سبيس. من اهم مميزات الستيت سبيس ان عندي، بص كده المعادله دي تمام، ما فيهاش مشكله، المعادله دي فيها ترم نون لينير، يبقى من اهم مميزات الستيت سبيس انه بيتعامل مع النون لينير سيستم مباشره، غير الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن ما اقدرش تتعامل مع السيستم مباشره، لازم اعمل له لينيرايزيشن الاول، لكن الستيت سبيس مش كده، بتتعامل مع النون لينير سيستم مباشره
ودي ميزه تنفرد بها الستيت سبيس عن الترانسفير فانكشن. يلا كده يبقى الساين اكس 1 دي الفانكشن اللي عندي داله في اكس 1 فقط. الاوبريتنج بوينت اللي هي ثيتا 0 تساوي 0، معناها ايه الكلام ده؟ ثيتا 0 معناها اكس 1 0 بتساوي 0، ثيتا 0 دوت بتساوي ايه؟ 0. يبقى اكس 2 0 بتساوي 0. في مشكله يا شباب؟ يبقى انا عوضت عن ثيتا دوت هنا باكس 2 0 الاوبريتنج بوينت الخاص باكس 2. يبقى عندي الاوبريتنج بوينت اهو وعندي الداله نون لينير، ابتدي احلها زي الامثله اللي فاتت، ارجع تاني اعوض بديه باف اكس 1. يلا كده ادي الداله والاوبريتنج بوينت بتاعتها، ودلتا اكس 1 بيساوي اكس 1 ناقص الاوبريتنج، ودي المعادله اللي بنشتغل عليها. نعمل ايه؟ قيمه الداله، قيمه الداله عند الاوبريتنج يبقى اول ساين 0 ب 0، افاضل الداله تفاضل الساين بكوزاين، اعوض عن كوزاين ب 0 هنا، الزاويه دي 0 تطلع ب 1، يبقى اعوض بالقيم دي فوق تطلع عندي قيمة الدالة بزيرو زائد واحد في دلتا اكس واحد تطلع عندي بدلتا اكس واحد، ساين اكس واحد بيساوي دلتا اكس واحد. ارجع تاني اقول ان اكس واحد بيساوي دلتا اكس واحد زائد الاوبريتنج بوينت بتاعتها، اوبريتنج بوينت بزيرو، يبقى بالتالي اكس واحد بيساوي دلتا اكس واحد. طبعا الكلام ده مهم عشان لما اعوض في الستيت ايكويشن. نرجع تاني للتفاضلات، برضو التفاضل ده بيساوي التفاضل ده، يبقى يطلع بالشكل اللي قدامك ده. نروح لاكس 2 بتساوي دلتا اكس 2 زائد الاوبريتنج بوينت، الاوبريتنج بوينت بزيرو، اكس 2 بيساوي دلتا اكس 2 زي ما انت شايف كده، يبقى فاضل دي التفاضل ده، يبقى عندي اكس 2 دوت بتساوي دلتا اكس 2 دوت. يبقى عندي ادي الستيت ايكويشن نون لينير، قلنا لازم نشيل النون لينير تيرم، ولازم اشيل اكس 1 واكس 2 واكس 1 دوت واكس 2 دوت، وعوض بالقيم او البارامتر الجديده، دي البارامتر الجديده والنون لينير فانكشن عندي اللي احنا قلنا عليه. يلا كده اكس 2 عباره عن ايه؟ دلتا اكس 2 اشيلها، طب اكس 1 دوت بدلتا اكس 1 دوت، اكس 2 دوت بدلتا اكس 2 دوت، اف اكس 1 بايه؟ دلتا اكس 1، يبقى تبقى دلتا اكس 1 مضروبه في الثابت ده، 1 على جي تي، تي ده الانبوت مفيش اختلاف، نحوله الماتريكس فورم، خلي بالك 0 وبعد كده دلتا اكس 2، يبقى 0 عشان دلتا اكس 1، 1 دلتا اكس 2، عندي الثابت ده مضروب في دلتا اكس 1، وعندي 0 هنا مضروب في دلتا اكس 2 عشان مفيش دلتا اكس 2 هنا، تبقى مضروبه في 0، عندي هنا مفيش تي يبقى 0، عندي تي مضروبه في الثابت ده، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. طب هو لو كان عايز الاوتبوت ثيتا، ما ثيتا بتساوي اكس 1، ما لازم اشيل اكس 1 تبقى ايه؟ دلتا اكس 1، خلي بالك زائد الاوبريتنج بوينت، الاوبريتنج بوينت عندي ب 0، احطها في داله دلتا اكس 1 دلتا اكس 2، ودلتا اكس 2 مش موجوده ضربتها في 0 وحطيتها في الماتريكس 4. في حته مهمه في المعادلات اللي فاتت، انا اهملت الترم ده اللي هو الفريكشن، صح؟ طب لو انا كتبت المعادله بي، يبقى الثلاثه دول مجموعين هيساوي عندي التورك، تمام؟ زي ما انت شايف كده. الكوليبريم بوينت مش بتختلف، ليه؟ لان هي عند الاتجاه الراسي، تمام؟ يبقى نفس القيم مفيش اختلاف. هيبقى عندي المعادله التفاضليه زي عندي الترم، بس الترم ده هيفرق معايا في الستيت؟ لا، لان اعلى تفاضل هنا 2، يبقى عندي كام؟ 2 ستيت، بس اعلى تفاضل هنا لازم اخلي المعامل بتاعه بواحد، يبقى قاسم المعادله كلها على جي. هبتدي افرض الستيتس عندي زي ما انت شايف كده، ثيتا دوت هي بس اللي هتختلف، هاخد الترمز ده واديها بالسالب الناحيه الثانيه، اعوض عن ثيتا باكس 1 وتفاضل ثيتا باكس 2، الترم اللي هنا ده ظهر هنا اهو، يبقى ده الترم اللي اتضاف فقط على المساله. نفس النون لينير فانكشن اللي هي ساين اكس 1 عند نفس الاوبريتنج بوينت اللي انا شرحتها، نفس الكلام اهو مفيش اختلاف، ده الترم اللي زاد بس مش اكتر. السلايد ده شرحته بالتفصيل ان انا عملت لينيرايزيشن للنون لينير فانكشن، ونرجعنا تاني بنفس القيم اهي، ده الترم الزياده هبتدي اعوض. لما تعوض هنا ادي الثابت اكس 2 بس اللي زادت عندي، هو اللي الترم ده اكس 2 هتبقى عباره عن ايه؟ اكس 2 بدلتا اكس 2، يبقى دلتا اكس 2 وادي الترم. هنحول الماتريكس فورم هتلقى هناك كانت هنا 0 بقي الترم ده اللي ظهر، يبقى الترم ده ظهر في حاله الفريكشن. مفيش الفريكشن، الترم ده كان 0 قبل كده، تمام؟ ونفس المعادلات مع الاوتبوت مفيش اختلاف، تمام؟ ناخد مثال 4، مثال 4 هنا في اختلاف صغير. برضه سيمبل بنجلم سيستم، ايه الفرق؟ المثال ده عن اللي فات، المثال اللي فات كان كتله او كره هنا وحبل، لا ده عباره عن قضيب هنا، او احيانا يطلق عليها ليج اللي هي رجل الانسان او رجل الروبوت نفسه، ليج. الليج دي فيها كتله، نقطه تاثير الكتله في المنتصف، يبقى اروح للمنتصف دي ويبقى نقطه تاثير كتله هنا في المنتصف، يبقى من المنتصف اروح اعمل قوه راسيه للاسفل اللي هي عباره عن الكتله في جي، غير المساله اللي فاتت، المساله كانت كره هنا وحبل، الحبل ملوش وزن. فالكتلة اللي هنا كانت القوة عندها، يبقى دايما الكتلة بتبقى فرضها بيبقى عند منتصف الجسم، منتصف الجسم فين؟ منتصف نقطة تأثير المين؟ الكتلة، يبقى دي نقطة تأثير القوة الأسفل، يبقى تبقى ام جي، هنا برضو بيصنع زاوية ثيتا وده التورك، هنا طبعا في المنتصف الطول كله ال، يبقى ده ال على 2 وده ال على 2، نفس المطالب مفيش اختلاف. تعال كده نرسم الرسمة، يبقى عندي ام جي للأسفل، هبتدي أقول إن زاوية ثيتا هي نفس الزاوية، هعمل مركبة للقوة في الاتجاه الشد، يبقى عبارة عن القوة في كوزين الزاوية،
طول ما انا عايز المركبه دي وهي تصنع زاويه سيتا مع القوه تبقى القوه كوزين سيتا، يبقى المركبه الراسيه تبقى ايه؟ ام جي ساين سيتا. يبقى عندي هنا، ركز معايا كده، يبقى بيأثر هنا التورك ناحيه اليمين، ايه اللي بيأثر ناحيه الشمال؟ اول حاجه جي تفاضل الثاني لسيتا، ومعايا كمان الفريكشن، ومعايا تاني القوه دي عموديه، يبقى هتعمل تورك معاكس. التورك المعاكس بيبقى ايه؟ تاني يبقى القوه في الذراع، يبقى التورك القوه العموديه في الذراع. القوه العموديه سيادتك الذراع بتاعها ايه؟ ال على 2، اللي هو الذراع ده عباره عن ال على 2. يبقى من نقطه تاثير القوه لنقطه التثبيت، يبقى كده القوه ام جي ال ساين سيتا على 2. ايه اللي هيفرق في المعادله؟ ادي التورك ناحيه اليمين، كل الترمز دي هتتجمع. لو قال لك اهمل الفريكشن يبقى الفريكشن ده هتهمله وتبقى نفس المعادله اللي فاتت. لو خدت الفريكشن في الحسبان نفس المعادله اللي فاتت، اللي زاد بس ان في 2 هنا مع الساين بس. يبقى بنفس الطريقه ونفس الاوبريتنج بوينت، خلي بالك بنفس الاناليسز مفيش فرقه خالص، غير بس الترم ده هيتقسم على 2. لما تيجي تمثله في الستيت ايكويشن الوضع الجديد اللي هو الخاص بالدلتا، تلقى الترم الاول مقسوم على 2 هنا. في الماتريكس فورم تبقى بس الترم اللي على الشمال مقسوم على 2 ومفيش اختلاف في اي معادله فيه، تمام؟ طيب نروح لاكزامبل 5. بيقول لي مثل الستيت موديل ريبريزنتيشن للنون لينير سيستم اللي قدامك ده. دايما ابص في المعادله على اعلى تفاضل للاوتبوت، من الاوتبوت واي، من الانبوت يو. اعلى تفاضل للاوتبوت هنا بص كده، الاوتبوت هنا واي دوت، طب هنا واي دوت، هنا واي تربيع، هنا واي، هنا واي دبل دوت. من اعلى تفاضل واي دبل دوت، اوعى تاخد واي تربيع، لا غلط، دي نون لينير تيرم اسمها واي تربيع، لكن اعلى تفاضل لواي اسمه واي دبل دوت. يبقى عندي 2 ستيت. طب لو كان مديك هنا واي تكعيب ومديك واي دبل دوت، يبقى عدد الستيت كام؟ 2 برضه. ليه؟ لان عدد الستيتس هو اعلى تفاضل للاوتبوت، خلي بالك للاوتبوت وليس الانبوت. يبقى عندي كده هنا ده نون لينير سيستم. يلا نشتغل كده. قبل ما افرض لازم يبقى معامل اعلى تفاضل للاوتبوت بواحد، وهو جاهز في المعادله بواحد هنا. يلا اكس 1 بيساوي الاوتبوت، اكس 2 بيساوي تفاضل الاوتبوت. هبتدي افاضل المعادله على الشمال، تطلع كده اكس دوت عباره عن اكس 2، وهروح لاكس 2 دوت بتساوي واي دبل دوت. واي دبل دوت من المعادله دي هبتدي اروح كاتب المعادله دي زي ما هي، لان هو مدهاني يساوي وحاطط كل الترمز ناحيه اليمين. هبتدي اشيل مين؟ ركز معايا كده، اشيل الواي واعوض باكس 1، واشيل واي دوت باكس 2. يبقى الواي اكس 1، هنا الواي تبقى اكس 1 تربيع، الواي دوت اكس 2، واي دوت تبقى اكس 2. هروح للاوتبوت، مش واي بتساوي اكس 1 والواي هي الاوتبوت، يبقى احطها في الماتريكس فورم تطلع بالشكل ده، لكن دي ما اعرفش احطها في الماتريكس فورم. المعادله دي مع المعادله دي ما ينفعش احطها، او ما اعرفش احطها في الماتريكس فورم، هيبقى الموضوع صعب شويه. شايف هنا المعادله اكس 1 دوت فيها اكس 2 بس لينير. طب اكس 2 دوت فيها ده لينير، ده مش لينير. ليه؟ اليو مضروبه في اكس 2، اثنين متغيرين مضروبين في بعض، الاثنين مضروبين في بعض، ده لينير. يبقى الترم ده مع الترم ده نون لينير اهو، بس الداله دي عباره عن ايه؟ النون لينير فانكشن دي عباره عن ايه؟ متغير اسمه اكس 1 واكس 2 ويو، يبقى عندي ثلاث متغيرات، ودي ما شرحتهاش في الفيديو، يبقى القواعد اللي انا شرحتها في الفيديو لا تطبق عليه. على فكره دي مش مطلوبه في المساله، ده مجرد هنت بوضح لك ان في نون لينير ترم عندي هنا، داله في ثلاث متغيرات، تمام؟ نروح للمثال ثاني، عايز الستيت سبيس موديل ريبريزنتيشن للسيستم اللي قدامك ده. اعلى تفاضل للاوتبوت كام؟ واي دبل دوت، تمام؟ يبقى واي دبل دوت واليو هي الانبوت. يلا نفرض الستيتس بتاعتنا اكس 1 تساوي واي واكس 2 بتساوي واي دوت. هل هنا معامل اعلى تفاضل بواحد؟ يبقى اكس 1 دوت بيساوي واي دوت بيساوي اكس 2، اكس 2 دوت بتساوي واي دبل دوت. ابتدي اعوض من المعادله فوق، اخد الترمز دي اوديها ناحيه الشمال بالسالب، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. يلا عوض الواي باكس 1 والواي دوت باكس 2، سالب ساين اكس 1 خدتها على الشمال، سالب اكس 1 تربيع اكس 2 زائد يو. المعادله اللي فوق لينير، الترم ده لينير، يبقى الجزء ده نون لينير. نروح للاوتبوت، واي بتساوي اكس 1، احطها في الماتريكس فورم بالشكل ده مفيش اختلاف. عندي الترم ده نون لينير والترم ده نون لينير، لازم اخد النون لينير في المعادله مره واحده، يعني ما ينفعش تاخد ده لوحده وتقول نون لينير والترم ده نون لينير لوحده، لا، في المعادله كلها هنا دي اخد كل النون لينير ترمز مع بعض واقول دي نون لينير فانكشن. داله في ايه؟ في اكس 1 واكس 2 فقط، مش داله في يو. يبقى دي عباره عن داله في اكس 1 واكس 2، تبقى داله في اكس 1 واكس 2 اليو دي غلط، اشطبها. يبقى حولت النون لينير سيستم عندي لستيت سبيس ريبريزنتيشن. زي ما قلنا دي ميزه بيتمدح بيها الستيت سبيس عن ترانسفير فانكشن. وبكده فيديو النهارده انتهى.